برحب بحضراتكم في فقرة الصحافة اليوم الاثنين 1 أبريل 2019، ومعانا مجموعة من الأخبار. والخبر الأول هيكون من جريدة الأهرام. الخبر بيقول لنا قمة العزم والتضامن، ترفض المساس بعروبة القدس والجولان، السيسي حلول أزمات المنطقة معروفة ومتاحة لكنها تتطلب الإرادة السياسية. تفاصيل هذا الخبر في ختام القمة 30 أمس بتونس. أعلن القادة العرب رفضهم القاطع للقرارات والإجراءات الأمريكية والإسرائيلية بشأن الجولان وفلسطين، ودعا وأهم ما دعا إليه إعلان تونس 4 قرارات كان من ضمنهم تعزيز العمل العربي المشترك، مكافحة الإرهاب، رفض جميع التدخلات الخارجية، والحفاظ على الاستقرار والسلام بالمنطقة. وفي الخطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته أمام القمة أكد وقال إن المخرج من الصراع بين الصراع العربي الإسرائيلي، قال إن هو إيجاد الحل السلمي الشامل والعادل للقضية الفلسطينية. وكمان دعا الرئيس لتحرك الفوري للأزمة، لحل الأزمة السورية وعودة الجولان المحتلة إلى سوريا. كمان حذر الرئيس السيسي من مخاطر الإرهاب، ولا يخلو قمة أو خطاب إلا لما بيتكلم عن خطورة الإرهاب وفكرة التعاون العربي والعالمي لمكافحة الإرهاب. والحقيقة كمان اتكلم على خطورة أو أهمية تجديد الخطاب الديني، ولا يخلو أيضا خطاب أو حديث لسيادة الرئيس إلا وبيتكلم على أهمية تجديد الخطاب الديني. الخبر الثاني معانا من جريدة الأهرام، قرارات الرئيس تدخل حيز التنفيذ. طبعا يمكن خبر أسعد جميع المصريين في قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات وحركة الترقيات الواسعة. يمكن قرارات تاريخية أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات وأكبر حركة ترقيات يمكن في للعاملين بالدولة على مدار التاريخ. وأعلن أن الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه والحد الأعلى للدرجة الممتازة 7000 جنيه. وده إن كان بيعكس شيء فهو بيعكس تقدير سيادة الرئيس للعاملين وجهودهم وللمواطنين وقد إيه تعبهم في خدمة الوطن. من جانب تاني أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة إن 52000 سيدة خضعنا لكشف الأورام. فكان في أيضا في سياق هذا الخبر. الخبر الثالث معانا من جريدة الوطن، والخبر بيقول لنا إن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف موعد تطبيق حكم المحكمة ب5 علاوات. تفاصيل هذا الخبر أحداث مهمة يمكن مر بيها أصحاب المعاشات ما بين علاوة منحها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكم محكمة يضم بعض العلاوات الخاصة وغيرها كانت بتشغل بال كل من أمضى سنين عمره في خدمة هذا الوطن. وآن الأوان للراحة، آن الأوان إن الناس دول يقعدوا شوية لأنهم تعبوا كتير قوي. فكان خبر مهم جدا بالنسبة لهم. معنا الخبر الرابع من اليوم السابع، والخبر بيقول لنا أبو شقة التعديلات الدستورية تتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وليس الحاضرين. الحقيقة الخبر خلينا نوضحه بشكل أوضح. أضاف أبو شقة بيقول إن هو سيتم النداء بالاسم، يعني الخبر معناه إن لازم ثلثي أعضاء البرلمان يوافقوا على أي قرار أو تعديل في القرارات، لكن مش ثلثي الحاضرين فقط، لا ثلثي عدد أو أعضاء البرلمان. بمعنى أن أبو شقة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب قال أن بيتطلب الأمر موافقة ثلثي الأعضاء وليس الأعضاء الحاضرين فقط. وبعدها يتم الدعوة للاستفتاء قائلا نقول للجميع أننا أمام القانون. وقال أنه سيتم النداء بالإسم
الاسم على كل نائب على حدة وأخذ رأيه في القرارات المطروحة. وده طبعا يمكن قرار مهم جدا، لأن دايما بنسمع أن ثلثي أعضاء النواب، لكن الفكرة في هذا الخبر أن مش ثلثي عدد الحاضرين، لا ده ثلثي عدد النواب الأصليين. معنا خبر آخر، الخبر الخامس من المصري اليوم، البورصة تربح 66.8 مليار جنيه في الربع الأول من 2019. تفاصيل هذا الخبر بيقول: ربحت البورصة المصرية 66.8 مليار جنيه في رأس مالها السوقي في الربع الأول من 2019، وبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة في البورصة 816.5 مليار جنيه مقابل 749.7 مليار جنيه عند بداية العام الجاري، بارتفاع 8.91%. وده خليني أقول إن دل على شيء، ارتفاع البورصة وانتعاش البورصة إن دل على شيء بيدل على تحسن المستوى الاقتصادي المصري. كلنا فاكرين أيام الإخوان، السنة اللي ربنا لا يرجعها، كان قد إيه كان فيه هبوط في البورصة المصرية، وناس كتير قوي خسرت أموال لا حصر ليها. فالخبر بيقول لنا أن في انتعاش في البورصة المصرية، فده بيدينا مؤشر لانتعاش الاقتصاد المصري. معنا خبر آخر، الخبر السادس من المصري اليوم، أمهات مصر المعيلات، الرئيس السيسي منح الأمل للمرأة ويجب تغيير القوانين. في تفاصيل الخبر قالت نيرمين سالم المتخصصة في شؤون المرأة أنه يجب تعديل القوانين الخاصة بالأمهات المعيلات. وأضافت سالم قائلة: ليست أسست مجموعة أمهات مصر المعيلات على فيسبوك 2016 لتسليط الضوء على تحديات الأم المعيلة في مصر. الأم المعيلة هي مش فقط بس الأم اللي هي فقدت زوجها، لكن الأم المطلقة، الأم اللي تعول مثلا، حتى لو فتاة بتعول الأب، الأم هي مسؤولة عن حد بتصرف عنهم، هي دي الأم المعيلة اللي الخبر بيقول لنا عليها. وأضافت سالم بتقول: قوانين المرأة المعيلة في مصر متهالكة حاليا ولا تتواكب مع التغييرات في العلاقات الأسرية. معنا آخر خبر من المصري اليوم، الأرصاد حذرنا من اختيار برج العرب لمباراة القمة 117. شفنا يوم مساء يوم السبت الأجواء اللي حصلت فيها أو اللي أقيمت فيها المباراة بين الأهلي والزمالك، واللي تمت فيها المباراة الحقيقة كانت أجواء سيئة جدا من حيث الطقس. وقال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد أنه حذر من اختيار برج العرب لمباراة القمة 117 قبل موعدها بيومين، وقال لو حد كان تواصل معايا من أحد مسؤولي اتحاد الكرة كان لازم هينصحهم بنقل المباراة لمكان آخر. لكن إلى أنه وكمان حذر من استمرار هطول أمطار غزيرة طوال مباراة الأهلي والزمالك، لأن الخرائط كانت بتؤكد على أن الطقس هيكون سيء جدا، ولكن لم ينصت له أحد. خلينا نروح لفاصل تقرير عن مرض التوحد، ونرجع نبتدي معاكم الفقرة اللي أيضا بنتكلم فيها عن هذا المرض، وتقرير هام جدا في توعية كبيرة جدا لكل الأمهات. هنطلع لفاصل، انتظرونا.